صديق جيب منتو شطة يا معلم، جي معك بارد، أهم شي يكون دايت. ها؟ أهم شي اللي يكون دايت؟ مردخت السفرة مردغة والعاد خلت فيها شي وخرتها دايت؟ تعرف لزوم الرجيم يا رجل. لكل كفر قصة. اتشتي أني بقبق ولا ما عد بقبق؟ ما بعد بقبق بدن معك يا أخي. هلا والله بالعري، المعذرة، قطعناك من التأسيلة والنوم الجميلة. هيا قم الكفر قم. عرف عينك، أنا الأستاذ ذرورجي ولد المياوي، أجرح وداوي. ما شاء الله ما شاء الله، الاهتمام مقطع نفسه بتلمع الكفرات. هلا والله عم بحريص. لا بس تعرف الكفر شوي بس حسيت انه نايم، عرفت؟ فقلت وشو اشيك عليه، الاهتمام واجب يا عم بحريص. طيب ورك ما تشيك على ضغط الهواء؟ شلون اشيك على ضغط الهواء؟ ما يحتاج نروح للبنشري. فك الشنطه بس، ولا انت ما انت داري وين الله حاطك؟ وش تحسب ذا ديكور؟ تصدق اول مره اشوفه. لو انك من يوم شريت السياره فحصتها وعرفت ايش اللي فيها ما كان ذا حالك. وبعدين ما شاء الله وش به الكفرات، كل واحد شكل. ايه يا عم بحريص، كل كفر من كفرات الحديده له قصه. ابدا من وين ولا من وين؟ بس ذا كفر بلدي يا عم بحريص، ممسوح ومنتهي بس صنديد وما يقصر معي. ما شاء الله. وذا الكفر المنحوس، مرة داخل دي المسمار، ومرة كنت قافل على واحد ونسم لي هو، وآخر مرة وأنا راجع ريوس في المواقف جبت أجله واضطريت إني أجيب واحد جديد. إيه اطربني، وإيش بعد؟ وذا الكفر أخذته من واحد من أخوياني. نصف عمر يعني؟ كان في شوية رمق قلت أخذه بدل ما يرمي، حرام. وهذا الكفر أخذته من الخنبيقة موقت يعني، مشي حال. ما شاء الله، ما في مشكلة يعني؟ طبعا ما في مشكلة والحمد لله، الكفرات متجملة والحديدة ما قد اشتكت من شيء وشوفت عينك. اركب سوق معنا وخلينا نشوف. لازم عم ابو حريص. ايه طيب. مو ملاحظ رجة؟ ها؟ يعني رجة بسيطة، هذه يمكن من الشارع نفسه. اترك الطار. ها وهذه الحذفة من الشارع بعد. اقول امسك فرامل، كمان عادي السيارة تحوس، غير الكفر اللي ممسوح ممكن ينفجر عليك في أي لحظة يا ولدي. خلاص بروح أغير إن شاء الله عند الخنبيقة. والله إني أفضل إنك توديها الصيانة، بس لو مصر على الخنبيقة خلي يغير كل الكفرات، وانتبه لتاريخ التصنيع ويرصصها. تم يا عم أبو حريص، ولا يصير في خاطرك ولا خاطر الحديدة إلا كل شيء طيب. تيوتا حافظ عليها بصيانة بلدها. هلا بالعيال، إن شاء الله تكون الحلقة عجبتكم، وترى الحلقة الجاية بتكون. لا تنسى يا ولد تقول لهم على السبسكرايب. هي بقول لهم عم بحريص، عاد لا أوصيكم، أبي سبسكرايب لعيون عم بحريص.